هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. انا اسرار، واليوم جبت لكم فيديو مره جيد. نفس الفيديو اللي سويته لكم هو العام عن بيوتي بلندر، طيب بس هذا كولر، هذا كيف تنظفوها. العام سويت لكم الفيديو انه يعني زي نصيحه، لا تخلوا البيوتي بلندر كذا رطبه وتدخلوا جوه مكان. فاذا ما شفت الفيديو ده احط لكم هو تحت. والسنه هذه حننظف البيوتي بلندر في الميكروويف. تفتكروا العام لما كنت البس الكابات الشتويه في الصيف؟ يب، قاعد نفس الشيء اسوي دحين، وما في مكيف، ودرجه الحراره 30 مدري 50 ما اعرف، بس مره حر. المهم اليوم عندي ثلاثه بيوتي بلندرز، واحد منهم مرة وسخ، يعني من جد هذا الشيء يمكن استخدمته فوق 5 مرات. يعني اهم شيء اذا كانت البيوتي بلندر بالنسبة لي وسخة ولازم اسوي ميك اب بسرعة، اقلب المكان النظيف اللي هنا قرف صح، بس عاد ايش اسوي يعني لما تخلص عندي البيوتي بلندرز. وهذه ميديوم يعني شوية وسخة، يعني زي فيها بودرة كونسيلر على الخفيف. هذه اليوم استخدمتها وحتى زي ما تشوفين رطبة. هذه ماركة بيوتي بلندر وهذه ريل تكنيك، فاليوم حننظفهم في الميكرويف. بس قبل ما نروح ننظفهم، هذه بيوتي بلندر او البلندر مي حقتي، حقت اختي، فهي قبل يومين جات وعملت لها ميك ابها ونسيت طن من الاغراض، نسيت ارواج لا روج ورموش. سو حدق عليها وقول لها انه عندي بيوتي بلندرك وحاسوي فيها تجربه. الساعه 1 في الليل ما اعتقد انها ترد. هلو. كيفك؟ اسمع، عندي البيوتي بلندر حقتك. تدري؟ طب بسوي فيها تجربة. لا قصي. لا ما حقصها، شي تاني بحطها جوة الميكرويف. لا طبعا ما عندي غيرها والله. طيب خلاص يلا باي. يلا ححطهم كلهم في زبدية واحدة ونسوي الخلطة اللي اتوقع فيها فيري وموية وزيت زيتون، ما ادري، دحين اقرا الخلطة من الانستغرام ونشوف كيف. الميكرويف المشكلة مو هنا، تحت في بيتي. يلا اوكي. بالنسبة للموية ححط مرة كتير لانه هذه الاسفنجات حتمتصها كلها، فهذه موية مو مرة حارة ومو مرة باردة، دافية يعني اوكي. وهذا الفيري عندنا طبعا ماني حاطة زيت زيتون، نو واي احط زيت في الاسفنجات لانه انا بشرتي مره تتحسس من الزيت. الموي صار لونه اصفر اوكي. تيب 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 موتو. يلا وقت الشاور ويلا نطبخ. قبلها راحت علي. وات، انت حية؟ اوكي باقي نعصرهم ونشوف كيف. شوفوا كل ما احركها تطلع حاجة هنا. او ماي جاد، شوفوا شوفوا الوسخة عاد كنا نطفت. وهذا مرة حار. وباك طبعا شفتوا كيف سويتوا الغسيل اللي كذا اللي من اول افرص ترى هو نفسه لما تدعكوا الاسفنجه في اي صابون عشان تنظفوها، فهو نفسه. بس اللهم تعال اوريكم. بالنسبه للاسفنجه البرتقاليه اللي ميديوم كيرف او انه بس فاونديشن زي كذا، صراحه لسه في بقع، يعني ما ادري اذا واضح لكم بس لسه في بقع، ما نعرف هي الاسفنجه هي بقعت لحالها ولا جوا في فاونديشن ما اعرف. السودا نطفت بصراحه، يعني اللي سويت بيها زي ما قلت لكم كونسيلر حاجه خفيفه كذا بلش وما ادري نطفت رجعت سودا ثاني. اما هذه او ماي جاد وروسخة. اهم شيء الخط الاسود اللي جوا راح، حسبته بكتيريا ولا حشره ما ادري، بس لسه ترى وسخه. واحس يعني انه تحطوه في الميكروويف بس عشان تعقم الاسفنجه، بس عشان انه
تموت البكتيريا عليها، فانه تنظفوه جوه الميكرويف ما زبطت. بس اذا سويتوا خلطه وزبطت معاكم في الميكرويف اكتبوا لي تحت عشان اجربها، لانه بصراحه يحمس انه خلاص يلا ترميها في الميكرويف وتنظف فله. فحبيت ريحه ريحه ليمون. ويلا اشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله. سيو.